ينضم إلينا من دبي عبر الهاتف المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. بعد التحية دكتور، طبعا الإمارات ردت بالحقائق والأرقام على مزاعم قدمتها الدوحة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، من يعني مزاعم بشأن ترحيل المواطنين القطريين. إلى ماذا يهدف النظام القطري اليوم من هذه المزاعم؟ حقيقة هذه بعض محاولات قطر لصرف الانتباه عن الدور القطري المشبوه في دعم وتمويل الإرهاب. هي عبارة عن جزء من لنقول الفقاعة الإعلامية والبروباغندا القطرية لقضية صرف انظار المجتمع الخليجي والعربي والدولي عن ممارسة الممارسات القطرية فيما يتعلق بدعم بعض الجماعات الخارجة حتى على الأعراف والتقاليد والقيم. نعم. لهذا تحاول قطر أن تلعب الآن في لنقول في الوقت الضايع لقضية إثارة بعض البلبلة في المجتمع الدولي في قضايا تتعلق بالمواطنين القطريين. طبعا هنا لما نتكلم عن المواطنين القطريين فنتكلم عن الأشقاء والأخوة والأهل. حقيقة نحن نصل في دولة الإمارات العربية المتحدة كثيرا بين قضية النظام القطري وقضية المواطن القطري، المواطن القطري الشقيق العزيز الغالي، وبين نسق الذي تتبناه القيادة السياسية القطرية فيما يتعلق بدعم وتمويل الإرهاب وإثارة البلابل في المنطقة. نعم دكتور شعيبي، يعني اليوم قطر درجت إلى استغلال المنابر الدولية لطرح قضايا يمكن أن نطلق عليها بأنها ثانوية وانصرافية. ألا تعتقد بأن تلك المحاولات تعتبر يائسة لتغطية دورها في تمويل ودعم الإرهاب في محيطها الإقليمي؟ يعني لعبت الدبلوماسية الإماراتية والدبلوماسية في البحرين وفي دول في مختلف دول العالم الدور الكبير جدا في فضح هذا المسلك القطري على المسرح الدولي، وأصبح واضحا جدا أمام حتى المجتمع الدولي أن هناك نوع من محاولة لنقل اللعب أو الاستفتاء فيما العكر فيما يتعلق بدور القطري المشبوه. نعم. لهذا تحاول الدبلوماسية الإماراتية ومع شقيقاتها الأخريات في قضية فضح هذه الممارسات، ومن ثم وضع الأمور في نصابها الحقيقي فيما يتعلق بدعم وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين وإيواء حتى بعض الأفراد الخارجين عن القانون في هذه المنظومة التي تسمى طبعا قطر، فيما يتعلق بقضية هذا الصراع القطري الخليجي القطري الإماراتي القطري الدولي القطري الإقليمي. لهذا نحن في الإمارات منذ البدء وكما قال سعادة السفير كنا واضحين جدا، فرقنا تماما بين علاقتنا مع الشعب القطري والأخوة القطريين وبين كما قلت النهج السياسي في دولة قطر. لم يضار مواطن قطري واحد ولم تضار شركة قطرية واحدة ولم يضار طالب قطري في الجامعات الإماراتية. لازالت أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم، وكما أكد طبعا سعادة السفير وكما ذكرتم في التقرير بأن رده كان قويا، وأنا أقول أن رده كان قويا وواثقا وإنسانيا معبرا. نعم. عن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المسار. نعم المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي من دبي، شكرا جزيلا لك.